السلام عليكم. طبعا هنبدأ اليوم محاضرة جديدة، طبعا هي تقريبا آخر محاضرة في الفاندمنتال 2 اللي هي End of Life Care، يعني الرعاية التمريضية للناس غالبا في نهاية حياتهم. في عندي هنا مصطلح حاجة بنسميها Terminal Ill. Terminal ill معناته recovery from the condition is beyond reasonable expectations، يعني المريض ميؤوس من الشفاء من هذا المرض، يعني فعليا death is impending، يعني فعليا عند البيشنت عنده مات. A progressive disease where the death as a consequence of that disease by reasonably by expected within 6 months، يعني غالبا الدث يعني البيشنت من هذا المرض احتمالية انه يموت خلال 6 شهور. هذا طبعا مصطلح التيرمينال ال بيشنت. stages through which terminally ill patient progress، يعني في عنا مراحل بمر فيها البيشنت التيرمينال ال، يعني البيشنت الميؤوس شفاء منه، تمام، بمر في عدة مراحل اللي هي الدينايل والانجر بارجنينج ديبريشن اند اكسبتنس. طبعا هدول مراحل بنسميها لقدام شوية مراحل الجريف، مراحل ال يعني ال الزعل او الحزن. الدينايل يعني الانكار، psychological defense mechanism عبارة عن defense mechanism يعني وسيلة دفاعية نفسية، refusal to believe certain information، المريض برفض يصدق هذه المعلومات، helps to cope with reality of death. طبعا هذه المعلومات اللي هي ممكن تساعده انه يتقبل حقيقة الموت، يعني بنكر، يعني مثلا انسان تشخص انه مع كانسر، طبعا ما برضى يصدق، كليا ما برضى يصدق، بروح بفحص مرة واثنين وثلاث وبروح اكتر من طبيب، تمام. ليش بروح اكتر من طبيب فعليا؟ ليش؟ انه هو مش مصدق هذه المعلومات اللي نعطت له. تاني مرحلة اللي هي الانجر اللي هي الغضب، emotional response to feeling victimized، يعني حاس حاله فعليا انه ضحية. occurs because there is no way to retaliate against fate، يعني حاس حاله انه ضحية وفعليا هو مش قادر يعمل اي حاجة ضد القدر تبعه، يعني حاس حاله مظلوم هنا. clients often displace their anger onto nurses، يعني غالبا الناس او المرضى هدول فعليا displacement معناته يعني فعليا بحط جام غضبه على ناس تانين. زي مين اللي بيلقاهم في وجوههم؟ غالبا الممرضين، الاطباء، الفاميلي ممبر، and even God، حتى الهه، تمام. يعني فعليا بتفشش في هدول الناس، بالعربي يعني بنسميها displacement. يعني انا مثلا زعلان من حد معين، جيت خبطت رجعت الباب، طب ايش علاقة الباب؟ خلص بتفشش فيه، هذا اسمها displacement، تمام. في عنا البارجنينج. البارجنينج معناته المساومة، يعني ايش المساومة؟ عبارة عن psychological mechanism to delay the inevitable until some significant event takes place، يعني الشخص هذا بحاول يعني يعمل زي صفقة معينة، انا هعمل كذا لو صار معي كذا، تمام. يعني لو انا مثلا انسان مثلا مش ملتزم، صار معه مرض معين، بصير يدعو ربنا لو انك تخليني مثلا اطيب فعليا هعمل كذا، تمام. هذه بنسميها المساومة. طبعا هذه المراحل كلها بمر فيها الانسان اللي بتيرمينال البيشنت، اللي بكون طبعا مريض ميؤوس من الشفاء تبعه.
depression، المرحلة ما قبل الأخيرة اللي هي الاكتئاب، sad mood يعني مزاج حزين، realization that death will come sooner rather than later، يعني الموت صار قريب يعني صار حتمي. آخر إشي طبعا acceptance، الرضا بالقضاء والقدر. طبعا بعد هيك البيشنت برضه يعني ما بطلت فارقة معاه، زي ما بنحكي بالعامي attitude of complacency that occurs after client have dealt with their losses and completed unfinished business. يعني الشعور of complacency يعني شعور بالرضا عن النفس غالبا بعد ما صار البيشنت ايش تعامل مع الفقد اللي حيصير له، زائد خلص بعض اموره. زي في عنا بعض شغلات غالبا بعض الناس لما بدهم يموتوا بيبدأ طبعا يكتب الوصية تبعته، بيبدأ يقسم مثلا الميراث تبعه، بيبدأ يخلص كل اموره تمام، بحس حاله بالرضا بعد هيك ومستعد للموت. بالضبط هذا اللي بصير مع البيشنت او كل مريض غالبا ميؤوس الشفاء منه. طبعا في عنا بعض شغلات بتمر على البيشنت بالضبط زي هيك، يعني بسأل حاله البيشنت انا بعرف وين في اي ستيج بالضبط، يا اما في الدينايل او الانجر او البارجنينج ديبريشن او اكسبتنس. هاد اول مرحلة لعند خامس مرحلة تمام. بعض الاسئلة بقول لك في الدينايل، يعني حتى الان منكر المريض، not me، مش انا، لا مش انا. الانجر زعلان، why me، ليش انا، فيش حد غيري يعني تمام. بيبدا المريض يحكي زي هيك، ايش معنى هذاك مثلا، ايش معنى انا بعمل كويس وهيك هيك في الاخر طبعا انا اللي امرض مثلا. bargaining اللي هي المساومة، yes بالاخر ببدا عملية القبول، yes me but if only، يعني انا صحيح بس لو عملت كذا تمام ممكن انا اطيب مثلا، او لو عملت لك مثلا كذا ايش ممكن تعمل لي. الدبريشن طبعا بعد هيك خلص البيشنت وصل عند مرحلة اكتئاب، يس اعترف انا. الاكسبتنس خلص ام ريدي، جاهز للموت تمام. بالضبط طبعا هذه الاسئله بتيجي مالتيبل تشويس، يعني ممكن نجيب اي واحده منهن. طبعا احنا ممكن نجيب الستيجز هذه او يجي التعريفات، ويجي غالبا ممكن نطلب في اي مرحله من المراحل اوف ستيج اوف داينج. طبعا نيرسز ايش شغلها هنا فعليا في التيرمينال بيشنت؟ نيرس كان هيلب كلاينت تو باس from one stage to another by providing emotional support and by supporting the client's choice concerning terminal ill care. يعني فعليا الممرض او الممرضة ايش ممكن يسوي هنا؟ بيعمل دعم نفسي ومعنوي للمريض فعليا انه يمر من مرحلة لمرحلة تانية تمام. فعليا يعني منا نخفف على البيشنت، نقعد مع البيشنت، نسمع من البيشنت، طبعا تهون عليه الشغلة هذه. طبعا الدين غالبا بيلعب دور كبير هنا تمام. فممكن الانسان يعني يستخدم بعض الايات القرآنية، الاحاديث النبوية، السير تمام، شان يسهل على البيشنت. طبعا احنا كمسلمين فعليا الشغلة هذه عنا حتمية، يعني الامر يعني تقريبا يعني مسلم فيه. طبعا بس برضو مش معناته يعني البيشنت كل البيشنت بتقبل الموت، لا في ناس بيختلفوا عن بعض. facilitating the client directives help to maintain the client personal dignity and locus of control. يعني بحافظ يعني الشغلات هذه بتحاول تحافظ على البيشنت انه يحافظ على الكرامة تبعته وعلى التحكم تبعه تمام، عشان ما يفقد السيطرة. emotional support، emotional support يعني الدعم العاطفي، part of missing nursing care. يعني طبعا هذا مع الأسف طبعا جزء مفقود من شغلنا كتمريض. طبعا مع الأسف طبعا شان قلة العدد من التمريض بالنسبة للبيشنت، more necessary for dying clients، يعني مهم جدا بالنسبة للمرضى اللي بيحتضروا
dying client simply wants an opportunity to express his or her feelings and verbally work through. يعني فعليا هدول الناس المرضى او الناس اللي بيحتضروا فعليا هم محتاجين انهم يعبروا عن مشاعرهم, تمام, وعبروا عن مشاعرهم كمان بشكل يعني بالكلام, يعني بحب يتكلم, بحب حد يسمع له. Arrangement for care, يعني ترتيبات للرعاية هذه. Respecting the rights of dying client, including helping them to choose how and where they want to receive terminal care. طبعا احنا لازم نحترم يعني حقهم انهم يختاروا كيف وين بدهم يختاروا هذه الرعاية التمرضية. يعني في بعض ناس خلص بقول لك انا بدي اروح اموت في بيتي, في بعض ناس لا بقول لك انا بدي اموت مثلا في ارضي مثلا, في بعض ناس بقول لك مثلا سفرني على بلدي, تمام. طبعا تعتمد حسب بالضبط وين الانسان بده. طبعا لازم احترم هذه الرغبات. في عنا nursing guidelines انه بعمل helping the dying client to cope, يعني بحاول اساعد البيشنت اللي بحتضر انه يتأقلم مع الوضع الحالي اللي هو معه. ايش اول شغلة؟ طبعا هذا اشياء بديهية فعليا. accept the client behavior, يعني اتقبل سلوك المريض بغض النظر, no matter what it is, يعني بغض النظر ايش هو, كان زعلان, كان بزعق, كان بيبكي, تمام. عشان الشغلات هذه طبعا فعليا البيشنت داينج, فانت بدك تحترم شعور البيشنت. doing so demonstrates respect for individuality, يعني فعليا انا بدي احاول احترم خصوصية هذا المريض. طبعا كل واحد وطبعه بيعبر عن الشغلة هذا طبعا بسلوكه الخاص. provide opportunities for the client to express feeling freely, يعني بدي مجال للبيشنت انه يعبر عن شعوره بشكل يعني حر. try to understand the client's feeling, understand, يعني بحاول افهم شعور البيشنت, احاول افهم اليونيكنس, يعني البيشنت هذا كل بيشنت يونيك, كل بيشنت يعني مستقل بنفسه, مش متوقع بيشنت سلوكه بشبه بيشنت تاني, لا هتشوف يعني عدة behaviors, تمام, كل واحد بيختلف عن التاني. use a statement with broad opening such as, يعني استخدم يعني غالبا عبارات مفتوحة, يعني ادي broad statements, يعني عبارة عن جمل مفتوحة, ما تحاول يعني تعمل specification, يعني زي ايش مثلا it must be difficult for you, يعني من الصعب عليك مثلا. and do you want to talk about, بدي اتكلم عن الموضوع, تمام. شغلات انك تحفز البيشنت انه يتكلم. طبعا الترتيبات للبيشنت هدول terminally او dying patients, في عنا عدة اماكن طبعا ممكن يعني البيشنت يختار انه يروح فيهم, اللي هو زي الهوم كير, الرعاية المنزلية. Nurses may help to coordinate community services, secure home equipment, and arrange for home nursing visit. يعني فعليا ممكن ممرض يقدم هذه الخدمة, طبعا بيجي بيعمل visit للبيوت اللي فيها dying patients. طبعا بتكون غالبا مجهزة, او الممرض ممكن يزودها او يجي ويجيب مع الاكوبمنت لما اذا كان البيشنت محتاج اي اشي او رعاية خلال فترة وجوده في البيت. في عنا الكير النوع الثاني اللي هو respite care او الرعاية المؤقتة. relieved for the caregiver by surrogates, يعني عبارة عن رعاية بتكون مؤقتة في مكان معين, تمام, اللي هو بقدمها الكير جيفر اللي بدي الرعاية الصحية, تمام. هذا important because it gives the caregiver an opportunity to enjoy
a brief period away from home. يعني بتخليه انه هدول الناس اللي بكونوا موجودين في المصحات هدول فعليا يعني في اماكن معينة تمام بتخليهم انهم يكونوا ابعاد عن بيوتهم. بعض الاحيان المرضى يعني بحب مثلا انه يطلع من المكان اللي هو فيه خاصة dying patient تمام. يعني مثلا في بعض منهم طبعا بحب يضلوا قاعد مكانه, وفي بعض منهم لا بحب مثلا يختار مكان تاني انه يروح مكان تاني تمام. فبتتيح له الفرصة انه يعني زي يغير جو. طبعا هذه بالنسبة للريسبس كير, بالنسبة للبيشنت او بالنسبة حتى للي بقدم الرعاية. طبعا بكون في مكان معين, غالبا بكون مكان حاضنة للشغلات هذه لفترة معينة. في عنا الهوسبس كير. هوسبس كير معناته رعاية المسنين, فعليا ممكن تعتبروها رعاية المسنين, بس هي غالبا بتكون في اماكن معينة طبعا بقعدوا فيها البيشنت. The word originally derived from a place of refuge for travels, يعني عبارة عن اماكن غالبا بقعدوا فيها المسافرين. هون هي عشان هيك من يعني المسافرين للدار الاخرة. Which providing the care for terminally ill patient, يعني بتزود الرعاية للناس الغالبا ال dying patient, الناس اللي بحتضروا. طبعا في لها شروط هذه. Eligibility for hospice care, الناس اللي بيجي في الرعاية هذه لازم يكونوا 6 months or less to live as certified, يعني ال patient له 6 شهور او اقل انه يعيش. طبعا لازم كمان يكون مصرح له من طبيب. بعض الاحيان غالبا الهوسبيس سيرفيسز يعني ممكن كمان غالبا ممكن تقدم حتى في البيت تمام. يعني ممكن غالبا بيجي فينا حاجة بنسميها مالتي ديسيبلينري تيم, يعني غالبا تيم مكون من طبيب, من ممرض, من فني علاج طبيعي, فني مختبر تمام, او فني اجتماعي او سلوكي او نفسي تمام. بيجي بزور البيشنت تمام في بيته وسط عائلته تمام. ممكن بعض الاحيان يكونوا فولنتيرز, يكونوا متطوعين. في عنا كمان برضو هوسبيس اورجانيزيشن, يعني في عنا منظمات تهتم طبعا في المسنين بشكل عام. also provide supports program for family member and significant other, يعني غالبا بقدموا دعم للعائلات والناس المهمين بالنسبة لهذول الناس اللي بدهم يموتوا. They offer individual and group counseling both during and after client death to help survivors cope with grief, يعني هذول بقدموا غالبا استشارات لأهالي المرضى اللي بموتوا عشان يعني يخليهم يتأقلموا مع الحزن اللي هو صار معهم بسبب فقد حد عزيز. متى بصير في عنا termination للهوسبيس كير؟ في عنا شغلتين, في عنا حاجة بنسميها residential care وفي عنا شغلة بنسميها acute care. يعني ايش residential care؟ residential care عبارة عن form of intermediate care, يعني وسط. يعني ايش وسط؟ these facilities provide around the clock nursing care for the client who cannot live independently, يعني فعليا بزودوا طبعا ممرض او ممرضة للمريض اللي بيقدرش يعيش لحاله بممرض بضله معاه تقريبا 24 ساعة تمام, مرافقه غالبا في بيته. في عنا الشغلة الثانية اللي هي الاكيوت كير. اكيوت كير بتصير متى sophisticated technology and labor intensive treatment if his or her condition is unstable. This form of care is the most expensive. فعليا لو البيشنت مثلا من الداينج بيشنت دخل مثلا في حالة اكيوت ديزيز, طبعا هو مريض اوريدي بس غالبا صارت الحالة تبعته سيفير ومتطلب انه يدخل مستشفى تمام, فعليا الشغلة هذه غالبا بنقلو لمكان معين غالبا بيحتوي على معدات تمام غالبا متطورة تمام. غالبا الشغلة هذه غالبا شوي مكلفة طبعا بضلوا فيها لعند ما تستقر حالته.
طيب الحين في عنا providing terminal care، يعني الحين البيشنت الداينج بيشنت في عنا كير بنعمل له اياها. احنا ايش بنعمل له؟ هايدريشن. يعني ايش هايدريشن؟ يعني البيشنت لازم ياخذ كميه كافيه من السوائل، يعني maintain adequate fluid volume. طبعا مهم جدا، بس برضو كمان مش اخليه overloaded، يعني مش اخليه كميه السوائل عنده كبير جدا. لازم اشتغل بمقياس معين او محدد، شارت معينه intake and output بالنسبة للبيشنت، شوف قديش اخذ قديش طلع البيشنت، شان البيشنت اتجنب الفلويد اوفرلود. النارشمنت، التغذية، حافظ على التغذية تبعته، اذا كان البيشنت على تيوب او مركب له بارنترال نيوتريشن، يعني بياخد عن طريق تيوب او عن طريق الوريد، تمام، لازم احافظ على التغذية تبعته. الاليمينيشن، الاخراج، اذا البيشنت له كاثرايزيشن او ملوش، البيشنت اذا بده انما او ما بده او بده سبوزيتري، زائد السكين كير اذا كان في عنده استومي. الهايجين، النظافة، لازم البيشنت يكون كلين، لازم يكون جرومد، لازم يكون فري اوف انبليزنت اودر، يعني لازم يكون البيشنت نظيف مسرح، تمام، زائد فيش اي روائح غير حلوة. بوزيشننج، الموضع تبع البيشنت، المكان تبع البيشنت، القعدة او الجلسة او النوم تاعت البيشنت، لازم اعمل بروموشن للكومفورت، اعزز الراحة، زائد السيركوليشن، الدورة الدموية. يعني اذا كان البيشنت بدردن، معناته البيشنت لازم يعمل له جدول في عملية التشينج بوزيشن للبيشنت. اذا كان البيشنت مثلا بدردن، بدك اعمل تشينج بوزيشن، زائد المساجنج للبيشنت، زائد الاير ماترسز، تمام. في عندنا كمان الكومفورت، الراحة، keep client free of pain، يعني البيشنت بدك تحاول تخليه مرتاح، ما في اي الم من الالم الجسدي اللي هو فيه. طبعا في التيرمينال ال كير لازم يصير في عندنا حاجة بنسميها الفاميلي انفولفمنت، لازم العائلة طبعا تكون موجودة طبعا في حالة البيشنت اللي بده او البيشنت اللي بيحتضر. لازم تعلم البيشنت في كل حاجة، maintain family bonds to help coping with the future grief. لازم البيشنت كمان تكون من يعلموها يعني كيف تتأقلم مع الحزن المستقبل اللي بصير بسبب فقد العزيز هذا. approaching death، يعني متى البيشنت بصير بده خلص بده يموت. decrease and ultimate cessation of function، يعني الوظائف اللي بيعملها الفيتال اورجان، الوظائف اللي بيعملها الاعضاء الحيويه غالبا بتقل بشكل كبير جدا، وممكن يصير cessation يعني توقف. في عنا عده شغلات لازم ادير بالي منها، المالتيبل اورجان فيلير، في عنا فشل في الاعضاء الحيويه، the sign of approaching death، يعني الناس اللي بدها تموت are the result of two or more organ cease to function، يعني بصير في عنا عضوين او اكتر من الاعضاء الحيوية فعليا وقفت. family notification، لازم ابلغ العائلة، تمام، family should be aware of the approaching death، يعني لازم يكونوا عارفين ان البيشنت هذا بده يموت. if death has already occurred the physician is responsible contacting the family and releasing ده information، يعني فعليا الطبيب المخول الوحيد هو لازم اللي يبلغ العائلة انه البيشنت مات. meeting relatives to promote smooth transitions، كمان انا لازم الشغلات هذه لازم نخبر العائلة، تمام، بعد ما نخبر العائلة بعد هيك احنا لازم نتكلم مع الفاميلي. طبعا الشغلات عندنا هذه في المستشفيات شوي صعبة، يعني ما في عنا سيستم واضح في المستشفى انه مثلا الطبيب بحكي للعائلة تمام 100%، بس ما بعد ذلك طبعا العائلة والتقاليد والعادات هي اللي بتكفل فيها. يعني غالبا لازم يكون في عنا سايكولوجيست في المستشفى او سوسيو سايكولوجيست بيشنت، او مسؤول معين اجتماعي نفسي عشان يتعامل مع كيف يوصل الخبر او كيف يخلي العائلة تتأقلم مع الشغلات هذه. طبعا عنا مع الاسف مش موجود. طبعا الاورجان الفيتال اورجان المهمات عندنا اللي هي عندنا الهارت، عندنا الليفر، عندنا اللنج، عندنا الكدني، عندنا البرينز. طبعا اذا صار في ديس فانكشن كل واحد بتدي اعراض معينه،
طبعا انا ما بتلزمني اني اعرفها لقدام شوي في الادلت ان شاء الله بتاخذون بتفصيل. في عنا مصطلح اللي هي confirming death تأكيد الموت determined on the basis that breathing and circulation have ceased يعني بأكد أو بدل إنه عنا التنفس زائد الدورة الدموية وقفت legally the physician يعني بشكل يعني قانوني الطبيب هو المسؤول for pronouncing the client death يعني هو المسؤول عن عملية إذاعة أنه المريض مات أو هو اللي بيحكي عن المريض مات. But in a few states nurses authorized to do so يعني بعض ولايات طبعا ممكن الممرض هو اللي يحكي. طبعا هذا الكتاب عشان احنا مخدينه من منهج أمريكي فعليا عشان هيك بقولنا ولايات. طبعا عندنا في فلسطين فعليا هو الطبيب الوحيد المخول أنه يعمل pronunciation أو هو اللي يعمل confirmation انه يحكي ان المريض مات. confirmation او confirming death يعني تأكيد الموت لازم يكون في عنا عدة شغلات. brain death يعني بصير في عنا موت لخلايا المخ. irreversible loss of function of the whole brain EEG need to be confirmed يعني بكون في عنا فقد للجهاز العصبي المركزي. البرين مات فعليا منا EEG يعني ايش EEG؟ الكتروانسفالوجرام عبارة عن جهاز بنستخدمه احنا عشان نشوف الموجات الكهربائية تحت المخ. غالبا ما بكون اي نشاط فيها فبأكد عملية الموت. في عنا death certificate شهادة الموت. A legal document attesting that a person named on the form has been found death or dead also indicate the presumptions of presumptive cause of person death يعني هذه الشهادة هي اللي بتدل لي انه المريض فعليا مات. طبعا بعد ما يموت المريض لازم يطلع death certificate. perception for autopsy perception for sorry اللي هي permission for autopsy يعني الاذن انك تاخد عينة من البيشنت. examination of organ and tissue of the human body after death يعني عبارة عن عينة بياخدها غالبا الطبيب من عضو او من نسيج من البيشنت عشان يفحصها. it is not necessary after all death مش كل الموت احنا بناخد منهم الشغلة هذه. but it is useful for determining more conclusively يعني بشكل خاص غالبا the cause of death يعني فعليا عشان نعرف ايش سبب الوفاة بشكل عام ممكن احنا ناخدها. يعني غالبا بعض المرضى اللي بكون في عندهم ممكن تكون فيها شبهة جنائية ممكن غالبا ياخذوا منهم اوتوبسي غير هيك غالبا لا. هاي طبعا عندنا جدول الكريتيريا للأورغان دونيشن يعني تبرع بالأعضاء طبعا مش مطلوب منه. طبعا هذا بيختلف من ولاية لولاية تانية في أمريكا. performing postmortem care يعني عمل البوستمورتم يعني بعد الموت الرعاية بعد موت يعني ده الرعاية اللي بعد الموت. care of the body after death يعني عبارة عن رعاية الجسد بعد الموت. ايش ممكن احنا نسوي؟ cleaning the and preparing the body to enhance its appearance during viewing at the funeral home يعني فعليا لازم يسي cleaning تنظيف البيشنت او الجسد من بعد ال وتخليه باحلى جسد احلى صورة تمام خلال طبعا الجنازة او حتى عشان يبعتوا له الجنازة في البيت. proper identification لازم احدد الاسم والتاج نيم تبع البيشنت والكوز اوف ديث والتاريخ تمام يكون مكتوب عند البيشنت. releasing the body to mortuary personnel يعني بعد هيك الجسد بعد ما عملت الكير تبعته الكلينينج التنظيف وجهزته وحطيت الايدنتيفيكيشن غالبا بيجي تبع ال تبع الموتى وبيجي بياخده على التلاجة. في الحين نوصل لعند الجريفينج. الجريفينج طبعا هي معناتها الحزن اللي بصير بسبب فقدان شخص عزيز. process of feeling acute sorrow يعني صار حزن شديد بعد فقد حد يعني غالبا عزيز.
في عنا إلها مراحل طبعا. anticipatory grieving يعني عبارة عن الحزن المتوقع, grieving that begin before the loss occur يعني بصير قبل ما الإنسان يفقد الشخص هذا فعليا, بصير بعد ما يتشخص المريض وفعليا الإنسان بصير مع حزن شديد. في عنا حاجة بنسميها كمان pathological grief أو grief, الحزن المرضي غالبا بصير متى بصير لما يصير في عنا dysfunction grief أو dysfunction, لما بصير في عنا ال patient refusing to accept the client death يعني ال patient هذا أو المرافق أو أهل حد من المريض إنه رافض يتقبل إنه المريض هذا قريب ومات. طبعا هذا بنسميه pathological grief أو dysfunction grief. في عنا resolution of the grief, resolution يعني ال patient خلص يعني ال patient تقبل الشخص إنه مات. time taken for mourning يعني الوقت بتاخد للحداد يعني غالبا ببدأ يحد عن المريض able to talk about the dead person ال patient أو المرافق ببدأ يتكلم عن المريض الميت, controlling emotion بصير يتحكم أكتر في عواطفه. grief work يعني النشاط اللي بصير بعد ما يموت ال patient يعني الجنازة والدفن والشغلات اللي زي activity involved in grieving including participating in burial rituals common to a culture يعني فعليا بيبدأ الأهل والناس هذول اللي كانوا قرام من البيشنت بيبدوا يودوا البيشنت يدفنوه, بعد هيك بيفتحوا جنازة عليه. تمام, هذه بنسميها grief work. في عنا كمان حاجة بنسميها grief response. grief response يعني ردة فعل الناس غالبا او المرافق او الاهل او الناس القراب من الميت هذا لفقد حد معين. it's psychological and physiological phenomena عبارة عن ظاهرة جسدية ونفسية experienced by those grieving يعني بتصير بسبب من الناس هذول اللي بصير معهم فقد لحد معين. هذا طبعا اشياء universal يعني عالمية. psychological reaction commonly are identified as stage of grief يعني غالبا برضو response of grief إلها مراحل. إيش هي؟ لما الإنسان يسمع إنه حد مات مثلا بصير معه shock و disbelief يعني بصير معه صدمة ومش مصدق. refusal to accept that a loved one is about to die or has died يعني برفض إنه يصدق, بنصدم وبرفض إنه يصدق إنه الإنسان العزيز على قلبه تمام مات او بده يموت. ايش طبيعي يعني شغلات يعني عبارة عن اشياء بديهية. developing awareness يعني تطور الفهم. the physical and emotional response such as feeling of sick sad empty او angry يعني الحين البيشنت ببدأ يصحى من الصدمة, الحين بيبدأ بعض الشغلات العاطفية فعليا بحاس حاله تعبان, حاس حاله حزين, حاس حاله فاضي من جوا, حاس حاله غضبان. طبعا هذه برضو مراحل من مراحل ردة فعل للفقد حد معين. restitution period الحين بيبدأ خلص يعني فعليا مر مرحلتين اللي فعليا الصدمة ومرحلة تطور الوعي, بعد هيك بيبدأ يتقبل او يصدق انه صار في عنده لص. هذا بنسميها restitution period. في عنا المرحلة الثالثة الاخيرة قصدي اللي هي الرابعة اللي هي idealizations يعني البيشنت بيبدأ الحين يعظم في شغلات good quality of the decreases او decreased يعني فعليا بيبدأ يمجد ويعزز في الشغلات الكويسة خاصة عن البيشنت شان يحاول غالبا يقلل اللص اللي هو صار معه. في عنا النيرسينج امبليكيشن اللي هي في عنا acute pain, في عنا fear, في عنا situational او spiritual distress, social isolation, ineffective coping, decisional conflict, hopelessness, powerlessness and dysfunctional grieving, anticipatory grieving, caregiver role strain, death anxiety, chronic sorrow. طبعا في عنا شغلات غالبا ممكن حذفت هنا, فغالبا احنا بنرجع للناندا اللي هي موجودة معانا
في الكتاب وباخد اللي بدي اياه وبحذف طبعا الاشياء اللي كانت محذوفة. ويعطيكم الف عافية. طبعا ان شاء الله بنلاقيكم يوم الثلاث في المحاضرة تاعت المراجعة، تمام؟ واذا في عندكم اسئلة حضروها عشان نعمل ديسكشن فيها جميعا. ويعطيكم الف عافية والسلام عليكم.